هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. سي عموتا، هل ستكون راضيا في حال نهاية المباراة بالتعادل أمام منتخب الأردن؟ وسؤالي سي محمد فوزير، يعني كيف يتعامل اللاعبون مع اختيارات الناخب الوطني حسين عموتا للتشكيل الأساسي؟ يعني عند الكشف عن التشكيل الأساسي، كيف يتعامل باقي اللاعبين مع قرارات سي حسين عموتا؟ وشكرا. هو الرضا بالنسبه لي انا صراحه، يعني شخصيا، يعني كتقني، انا تنامل بالمردود، يعني بالمردود، يعني ممكن ان ننهزم في مقابله او نتعادلوا فيها، ولكن المردود لاعبين يكون مردود اللي هو جيد، انه اللاعبين قدموا المستوى وطبقوا ربما التعليمات اللي اشتغلنا عليها بشكل يعني جيد، وبالتالي النتيجه كتجي حتى هي هي, هي هي فقط فهي كنهاية أو كخلاصة للمجهودات الكبيرة والمتنوعة التي يقوم بها اللاعبين. يعني بعض المرات، نعطيك مثال، هو أنه بعض المرات ممكن نخلقوا 10 ديال الفرص ما نسجلوا منها حتى واحد، ولكن أنا بالأساس بالنسبة للعمل ديال المدرب هو أنه كيفاش كيدرب الفريق ديالو، لأنه مثلا يبني الهجمات، كيفاش يوصل، كيفاش يخلق المنوال، كيفاش يوصل للمرمى، كيفاش يسدد، كيفاش يحضر الأمور كلها، لا الهجومية ولا حتى الناحية الدفاعية. ممكن يجي خطأ ضد يعني مجراية اللاعب وتشجع لك وتنهزم، يعني هذا صحيح انه المدرب ما تيكونش راضي بهذه الطريقه انه ينهزم بها، ولكن على الاقل هناك مردود، وهذا هو التحليل ديالنا حنايا. صحيح انه بالنسبه لي انا دائما تنبحث على 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 على, على, على الفوز، ولكن ما ننساوش على انه كاين هناك خصوم، الكل يتنافس، الكل كيبذل واحد المجهود، وحنا دائما ما تنقولوا انه تنحاولوا نخلقوا هذيك الظروف وهذا كل الجزئيات، دوك لي ديتاي حنا كنحاولوا ننتبهوا منهم، ومن هاد الجزئيات، وانا قلتها في يمكن في المداخله ديالي السابقه، على انه كنتمنى انه من ثاني ثالث فرصه اننا نسجلوا. هادو هما الجزئيات، يعني ممكن تخلق 10 فرص ما تسجلش، ويجي اول فرصه الفرق خصهم يسجل عليك وتنهزم، ولكني واش قدمتي مستوى جيد؟ انا بالنسبه لي قدمنا مستوى جيد، وهذه هي الجزئيات اللي كنتبغيها. كنتمنى انه هذيك القوى اللي كتكون انها تكون في صالح ديال المنتخب ديالنا بالتركيز على هذه الجزئيات بالضبط. هو صحيح، يعني هو التحليل ديال نتيجة المقابلة عادي جدا انه يكون فيها هناك يعني يمكن تضارب من ناحية ديال وجهات النظر. احنا اللي تيهمنا، حنا تنعرفوا الشارع الرياضي، كنعرفوا الصحافة اللي كتبع، تنعرفوا حتى هذوك النقاد اللي عندهم هذيك العين التقنية، وكنعرفوا النقاد اللي كينتقدوا سطحيا، وهناك ما يتكلم باسم الشارع الرياضي، تيقول لك راه النبض الرياضي قال كذا وكذا، وهو يلاه هضر مع واحد جوج الناس، هادشي كلشي تنعرفوه. اللي هو مهم بالنسبه لنا هو اننا نؤديو بشكل جيد، انه الصحافه يعني ترشحنا. انا ما تنطلقش يعني في المناسبه يعني بالاراء ديال الناس الاخرين، ولكن كنطلقوا بالمنطلق ديالنا حنا، كيفاش حضرنا لهذه البطوله هذه والاكراهات اللي كاينه عندنا. اللي هو تنضمنوا انا هو انه اللاعبين ديالنا والمجموعه اللي حاضره فهي ان شاء الله ستؤدي بشكل جيد، وغادي تلعب بواحد الروح عاليه كبيره، وستكون يعني حاضره بالاراده قويه، وانها غتبذل واحد المجهود اللي هو كبير باش تمشي لابعد نقطه. طبعا النتيجه في علم الغيب، وهناك ظروف ديال المقابلات، ظروف من بين الظروف اللي تكلمت عليها يمكن قبل ديال الفعاليه الهجوميه، يمكن في اول 5 ديال الدقائق لاعب يعني في الدفاع يرتكب خطا اللي هو تقني، زلق بدل ما حصل الكره وينفرد لاعب، او لا خطا في الانفراد وهناك ورقه حمراء وضربه جزاء، هذه كلها ظروف تتلعب وتيخصنا حنايا. وهذه يمكن هي الرساله اللي مهمه وانا دائما تنتكلم عليها، هو اننا تيخصنا نرفعوا المستوى ديال النقد ديال المقابلات، يعني من خلال هذيك المؤشرات ديال 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 المنتوج الكروي، هذوك لي زانديكاتور دو بيرفورمانس اللي هما الاستحواذ، الركنيات، التسديدات، الرفعات، يعني استرجاع الكره في المثلث الاخير ديال الفريق الخاص الى غير ذلك. هذه الاشياء كلها يعني هذوك لي ديال عاوتاني، هذوك الالتحامات النسبه ديالهم ديال الفوز، هاد المؤشرات ديال النجاح، هذوك خاصنا نتكلموا بهم، ولكن ما نتكلموش مثلا
على واحد اخطا ولا بالتالي فاحنا كنضحيو بالراس ديال المدرب او ديال هذاك اللاعب نفسه، لانه الكل لما كيدخل هذه البطوله واش الحسين عموطه والطاقم ديالو ما باغيش يربح هذه البطوله؟ لا بالعكس، واش هاد اللاعبين ما باغيش يربحوا هذه البطوله؟ الكل باغي يربح، ولكن في اطار واحد المشروع، في اطار احترام الخصوم، حتى هما عندهم حتى هما نفس الطموح، حتى هما جايين بنفس الاراده، وبالتالي فتنظم انه خاصنا نرفعوا شي شويه المستوى ديال النقد وديال التحليل ديال واحد المردود ديال اي منتخب او لاعب. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.